تعالوا نروح لمردود كبير وكبير قوي وكبير ويفرح. هيفضل محمد صلاح الملهم العالمي؟ صدقوني مش بس في الكورة، يعني محمد صلاح عدى فكرة انه يبقى ملهم في الكورة، هو ملهم للمصريين في النجاح بشكل عام، ملهم للمصري لأي حد الأبواب بتتقفل في وشه انه لا اتحرك، في أبواب تانية، العالم مش بيقف عند الأبواب اللي اتقفلت، ملهم للاعبي الكرة انه شخص بيطور نفسه بشكل غير مسبوق. تعمل دراسات على الراجل ده بيطور نفسه ازاي، يعني ممكن 1000 لاعب يوصل لنادي عالمي يلعب في ليفربول، لكن يلعب في ليفربول ويفضل يتطور 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 ويبقى احلى كل مره من اللي قبلها، دي ظاهره صلاح باختصار. بعد ما صلاح بقى الاسطوره العالميه دي، ابتدت بعد الهدف الاخير ليه تظهر تقارير اوروبيه بتتكلم عن المفاوضات اللي تخص تمديد عقد محمد صلاح مع ليفربول. الاسئله بقى المتابع من بعيد يقول ايه ده، هو ممكن ما يكملش، هو ممكن ينتقل لنادي اخر؟ اه طبعا، وده وارد ومحتمل وكل الاحتمالات متاحه بعد هذا الحجم، انه لاعب يقال عنه كده ما خدش اللقب رسميا لكن يقال عنه انه افضل لاعبي العالم. احنا مشرفنا الناقد الرياضي حسن مستكاوي، استاذ حسن مستكاوي على التليفون، اللي ممكن بقى يقول لنا الحقيقه يعني مش العالم، مش مصر بس يعني او العالم العربي، جنسيات مختلفه، انت عارفه رد الفعل على تويتر بيبقى سريع جدا. انا قريت يعني اشادات من جنوب افريقيا، من ايران، من امريكا، من يعني من كل دول العالم، الحقيقه ان هو احسن لاعب في العالم حاليا. وخبراء ومدربين ولاعيبه سابقين ونجوم كبار قوي قالوا الكلام ده برضه. طبعا من ضمن الحاجات اللي اتقالت ادوله اللي هو عايزه، يعني مثلا لا ده مش انا اللي بقول. الجمهور اللي بيحب محمد صلاح وجمهور ليفربول عايزه يستمر مع النادي، فبيقول لاداره النادي او ملاك النادي خلوا محمد صلاح يبقى موجود وادوله اللي هو عايزه. هو طالب رفع العقد بتاعه 500,000 جنيه استرليني اسبوعيا. هو مش اعلى واحد بياخد في ليفربول، فان دايك بياخد 220,000، صلاح بياخد 200,000. في كلام على ان هم ممكن يتوصلوا الى 300,000 جنيه استرليني اسبوعيا في الاسبوع. طب اسال سؤال كده بالنسبه لنا، مش هو ليفربول يعني بيتفاوض مع حد بحجم محمد صلاح؟ اقصد هل ده معتاد؟ هل ده حاجه طبيعيه انه النوادي تبقى بتتفاوض مع حد بحجم محمد صلاح بقدر العائد والمردود الكبير اللي بيجوا لهم، ولا الحكايه ليها سقف في المفاوضات؟ لا طبعا في مفاوضات، في ضغط جماهيري، في نجم موهوب، هو بيمثل الحقيقه، يعني بتكسب فلوس كثيره جدا، يعني هي بتاخد عائد مقابل البطوله. لما يبقى عندك فارس بيجيب لك هذه البطوله لازم تحترم طلبات هذا الفارس. انما طبعا المسائل كلها في النهايه ما بتبقاش انا بطلب يبقى لازم هاخد. بقت متخيله ان ده كل شيء وارد وان دي ميسي حاله ثانيه خالص. ميسي برشلونه عمل تعاقدات في السنين اللي فاتت تقريبا بالبلدي كده، يعني فلست النادي. فالتعاقدات دي خلت مصروفات برشلونه تزيد عن ايراداته بنسبه 110%، يعني مفيش توازن خالص فيما يتعلق بالانفاق والايراد. فهناك في نظام، ما ينفعش اي نادي يصرف فلوس اكتر من اللي جاي له. بالظبط. عشان كده تجديد عقد ميسي كان هيخلي برشلونه يتعدى حدود هذه الانفاق. فطبعا في حاله برشلونه يعني هو مشاكل ماليه تخص النادي. طبعا مديون يورو، يعني مبلغ كبير جدا طبعًا. ديون. انما في كمان كلام ان، وطبعا ده غريب لكن هذه مجرد انباء، يعني ان هناك رغبه عند برشلونه انه ياخذ محمد صلاح بعد ما ميسي ترك النادي وراح باريس سان جيرمان. وده ممكن يبقى الخبر المفاجأة الكروية في الكرة الأوروبية، يعني هل حضرتك شايف انه ده
حاجه قريبه ممكن تحصل ولا ليفربول مستبعد لا انه لا يستمر هو يستمر لا لا حتى يعني انا مش بتكلم عاطفيا يعني هو كان في الوقت ده يروح برشلونه ده مش مفيد ليه اطلاقا خالص يعني لان برشلونه في مرحله بناء وهتبقى دي عثرات كبيره قوي هيتعرض لها انما ليفربول في متوهج قوي في الدوري في البريمير ليج والبريمير ليج كمان هو اكبر صاله عرض للعيبه وللمدربين ولكره القدم في العالم بالظبط البرشلونه او ريال مدريد وبرشلونه والليجا الاسباني بيعاني من فقر شديد جدا من المشاهدات لان كريستيانو رونالدو وميسي مش موجودين والفرقتين حصل لهم نوع من التراجع في المستوى طبعا بذكر كابتن حسن يعني استاذ حسن بذكر كريستيانو رونالدو وميسي امبارح زي ما حضرتك بتقول كده ردود الافعال على تويتر ومن شخصيات عالميه ومن رياضيين عالميين كبار ابتدوا يتكلموا عن محمد صلاح كاحسن لاعب في العالم وهم ادوا له لقب لوحدهم هل ممكن نشوفه خليفه لكريستيانو رونالدو وميسي زي ما اتكتب امبارح من اكتر من شخص ده مقابله ايه ان هناك تراجع في مستوى ميسي طبعا ميسي اسطوره لكن احنا بنتكلم ميسي من 5 سنين أو 4 سنين وميسي الان اللي كان لغايه ما كان بيلعب مباراته في مباراته الاخيره قبل الاخيره يعني في دوري ابطال اوروبا كان لغايه ما جاب الهدف بتاعه تقريبا بيمشي يعني مش بيجري انما الهدف ده احيا اسم ميسي تاني في باريس لكن مستواه طبعا مش زي ميسي من 4 5 سنين فطبعا ده فرق ونفس الحكايه بالنسبه لكريستيانو رونالدو وده شيء طبيعي جدا في دوره الحياه مش في دوره الكوره بس بالظبط اختلاف الاعمار والنجوميه ليها عمر يعني طبعا بيجي نجوم جداد وصلاح اذا استمر على هذا التوهج وان شاء الله يستمر لا اعتقد ان هو هيبقى من المتوجين بلقب احسن لاعب في العالم ان شاء الله يعني أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ حسن المستكاوي الناقد الرياضي الكبير واللي شرفنا بمعلومات عن أخبار وكواليس المفاوضات مع محمد صلاح في ليفربول وبحسب كلام أستاذ حسن من الأذكى للطرفين أنه يفضل في ليفربول واضح أنه في ضغط كمان جماهيري يخلينا نشوف محمد صلاح في مكانه اللي حبيناه فيه والعالم كله حبه بيتابعه فيه